جاهزة عشان اجاوب على كام سؤال كده من فقرة كده اللي بنعملها بالليل، اللي هي الأسئلة المهمة جدا جدا. بس قبل ما اجاوبكم عليهم هقول لكم على حاجة مهمة للستوري اللي جاية. عادي كده عادي، كنتوا داخلين تناموا ما تعرفوش ايه اللي هيحصل بكرة؟ والله عيب. طب اقول لكم، طيب ولا انا هقول لكم؟ هقول لكم اكتر مكان فيه فرهدة في مصر، طبعا انتوا عرفتوا مين، جرافيتي كود قرر يعمل اكستند المكان بتاعه واكستند الاكتيفيتيز اللي موجودة عندهم، وبكرة هتلاقوا الافتتاح للجزء الجديد، حاجات كتير جدا مش هتتخيلوا انها موجودة هناك، وحاجات كتير اللي هما بيحبوا الكورة. وغير كده هيعملوا اول سكيتنج في مصر. كده بقى خد بالك، خد المفاجأة، خد المفاجأة بسرعة بسرعة، هيكون موجود بكرة أنا وحسن الساعة 4. يلا من الساعة 4 لحد الساعة 12، يلا. طبعا ده أحلى خبر، أنا عارف ده أحلى خبر عشان محدش بيشتغل بشهادته. اتفضل بره يا اخ. لا مش هينفع طبعا. اتفضل بره. مش هينفع على الهوا. فين الانتاج؟ لا مش هينفع الهوا اللي انت بتعمله، ما ينفعش على الهوا، ما ينفعش. ايه ده، انت فاكر نفسك واقف فين؟ لا ما ينفعش. انا ما اقعدش كمان انا.